لغتي العربية فخر أبي وهواها يجري في دمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية التي نتناول فيها كتاب الدراسات الأدبية لطلاب الصف الثالث الثانوي وفق المنهاج الليبي، وذلك بالتعاون مع مدرسة أورينت الافتراضية. وما زلنا في قصيدة ابن خفاجة التي وصف فيها الجبل. وبعد أن انتهينا أعزائي الطلاب من شرح القصيدة، ننتقل وإياكم اليوم لتحليل هذا النص، نص ابن خفاجة في التأمل والوصف. وقبل ذلك نستذكر ما تعلمناه، وقلنا يومها إن ابن خفاجة في هذا النص يصف جبلا ويستنطقه ويتأمل في الحياة والكون، ويأخذ من هذا التصوير الوصفي الرمزي عبرة وعظة تكشف عن سرعة مرور الأيام وزوال النعم والحياة. أعزائي الطلاب، ننتقل لنقرأ النص كما تعلمنا في الدروس السابقة، وبعد الانتهاء من القراءة ننتقل مباشرة لتحليل النص. وأرعن طماح الذؤابة بابخ يطاول أعنان السماء بغاربي، يسد مهب الريح من كل وجهة ويزحم ليلا شهبه بالمناكب، وقور على ظهر الفلات كأنه طوال الليالي مفكر بالعواقب. يلوث عليه الغيم سود عمائم لها من وميض البرق حمر ذوائب. أصحت إليه وهو أخرس صامت فحدثني ليل السرى بالعجائب وقال: أنا كم كنت ملجأ قاتل وموطن أواه تبتل تائبي، وكم مر بي من مدرج ومؤوب وقال بظلي من مطي وراكبي، ولطم من نكب الرياح معاطفي وزاحم من فضر البحار غواربي. فما كان إلا أن طوتهم يد الردى وطارت بهم ريح النوى والنوائب. فما خفق أيكي غير رجفة أضلع، ولا نوح ورقي غير صرخة نادبي، وما غيض السلوان دمعي وإنما نزفت دموعي في فراق الصواحب. فحتى متى أبقى ويضعن صاحب وأودع منه راحلا غير آيبي؟ وحتى متى أرعى الكواكب ساهرا فمن طالع أخرى الليالي وغاربي؟ فرحماك يا مولاي دعوة ضارع، فرحماك يا مولاي دعوة ضارع يمد إلى نعماك راحة راغبي. فأسمعني من وعظه كل عبرة يترجمها عنه لسان التجارب، فسلى بما أبكى وسرى بما شجى، وكان على عهد السرى خير صاحبي.
وبعد الانتهاء من قراءة النص فلندخل إلى تحليله. وأول ما يطالعنا هو شعر الوصف، لماذا سمي بذلك؟ لماذا سمي هذا الشعر بشعر الوصف؟ لأنه يتخذ من عناصر الطبيعة الحية والصامتة مادته في وصف الأشياء. وباب الوصف أعزائي الطلاب عند العرب قديم، وهو من أكثر فنون الشعر عندهم، ذلك لأنه يمتزج بمعظم أغراض شعرهم. فكان كل شاعر يريد أن يقدم لنفسه موضوعا مديحا أو هجاء أو فخرا، لابد أن يختلط موضوعه بموضوع الوصف. وقد جرى الشعراء على شرح حال الشيء وهيئته على ما هو عليه في الواقع، لإحضاره في ذهن السامع كأنه يراه أو يشعر به. وقد يبالغون أحيانا لتهويل أمر الموصوف أو تلميحه أو تقبيحه. وإذا كان الوصف هو اللون الغالب على الشعر، فإن الشعراء العرب منذ القدم قد وقفوا عند المظاهر التي عايشوها ورصدتها حواسهم، فوصفوا الإبل والخيل والسباع والطيور والنبات والسماء بما فيها من نجوم وكواكب وسحب وبرق وما إلى غير ذلك. أعزائي الطلاب، تطور الوصف من عصر إلى آخر، فمن وصف الرحلة والديار والأحبة إلى وصف الرياض والقصور ومجالس الأنس وما إلى ذلك. ولئن سبق المشارقة الأندلسيين في هذا الجانب، إلا أن الأندلسيين نوعوا فيه وتوسعوا وجددوا وابتكروا فيه. إذن سبق المشارقة الأندلسيين في موضوع الوصف، إلا أن الأندلسيين نوعوا فيه وتوسعوا وجددوا وابتكروا فيه. وما الذي ساعدهم على ذلك؟ ساعدهم على ذلك طبيعة الأندلس الخلابة التي عبرت فيها الأرض عن نفسها أصدق تعبير، بما نثرته في شتى أرجائها من طيب التربة وخصب الجنان ووفرة الأنهار والعيون والحقول والبساتين والقصور والجبال، فضلا على الاعتدال في هوائها ووفرة مائها. وابن خفاجة عندما وقف أمام الجبل واستنطقه لم يكن مجددا من حيث فكرة الموضوع، وإنما كان مطورا لها، أي إن ابن خفاجة ليس أول من أنطق الجبل، ليس أول من وقف أمام الجبل وكلمه، لم يكن مجددا من حيث فكرة الموضوع، فقد سبقه إلى ذلك من؟ مجنون ليلى الشاعر الأموي. هذا الشاعر حينما وقف أمام جمل التوباد وخاطبه، إذا لم يكن ابن خفاج أول من استنطق الجبل وهذه الفكرة مهمة جدا جدا، ركز عليها عزيزي الطالب. ابن خفاجة عندما وقف أمام الجبل واستنطقه لم يكن مجددا من حيث فكرة الموضوع، وإنما كان مطورا لها، وذلك لأن مجنون ليلى الشاعر الأموي قد سبقه إلى ذلك حينما وقف أمام جبل التوباد وخاطبه بقوله: وأجهشت للتوباد حين رأيته، وكبر للرحمن حين رآني، وأذريت دمع العين لما عرفته، ونادى بأعلى صوته فدعاني، فقلت له: أين الذين عهدتهم حواليك في خصب وطيب زماني؟ فقال: مضوا واستودعوني بلادهم، ومن ذا الذي يبقى على الحدثان؟ فمجنون ليلى في هذا النص أيضا، في هذه الأبيات، قد استنطق الجبل وخلق معه حوارا متبادلا. ومن ثم يمكن القول إن ابن خفاج لابد وأن يكون قد اطلع على هذه القصيدة وانفعل بها وحولها وحورها
إلى صورة أندلسية اكتملت عنده حين شخص الجبل تشخيصا تاما، إذ أعطانا أولا هيبته بوقاره وعمامته، ثم انطلق يفصل حديثه عمن يمرون به من مجرمين وتقاة صالحين، ومن يلوذون به ليلا ونهارا في غدوهم ورواحهم. ويمكن القول إن نص ابن خفاجة يبرز سمات الفنية المتميزة التي عرف بها شعر الوصف، ومن تلك السمات الاهتمام بالصورة البيانية. وعندما نقول الصورة البيانية فهي التي تتخذ من التشبيه والاستعارة محورا لها، فكل الأفعال التي أسندت إلى الجبل والصفات التي وصف بها جاءت على سبيل الاستعارة، وقد ذكرنا ذلك سابقا، قلنا كل ما وصف به شعر الجبل جاء على سبيل الاستعارة المكنية التي تكسب طبيعة الجماد صفة الحياة والحركة والنطق، حتى صار من أفعال الجبل وصفاته الطموح والمناكب والوقار والتفكير، ومن أفعاله يطاول ويسد ويلوث. والقصيدة ذات بناء عضوي متماسك، كل بيت يرتبط بما يليه معنويا ولغويا. فالأول تمثل في أن موضوع القصيدة جاء في إطار قصصي متتابع له بداية ونهاية، والثاني أي اللغوي يتضح من الأفعال والأدوات والحروف المتلاحقة والمتممة بعضها لبعض. وبهذا التحليل للنص عزيزي الطالب نكون قد انتهينا من قصيدة وصف الجبل لابن خفاجة انتهاء تاما. آمل أنكم قد استفدتم من دروس هذه القصيدة، وإلى لقاء جديد في قصيدة جديدة. أشكر لكم متابعتكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.